يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس المتبعين للأهواء إذا عرضت عليه قول عالم في فتوى عقدية أو منهجية ولم تعجبه ولم يتبع الدليل قال مقولة الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فما التوجيه حيال هؤلاء؟ نعم، كلام الإمام مالك حق، هذا في المسائل التي لم يظهر فيها الدليل، المسائل الاجتهادية التي لم يظهر فيها الدليل مع أحد الفريقين أو ظهر الدليل مع أحد الفريقين، المسائل الاجتهادية. أما أمور العقيدة فليست مجالاً للاجتهاد ولا للاختلاف، هذا ما يدخل في العقائد، الكلام هذا في أمور الفقه والمسائل الاجتهادية. لكن هؤلاء إما أنهم لا يفهمون وهو الظاهر، أو أنهم يكابرون. نعم.